والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق وبعد. معالي اللواء مساعد وزير الداخلية سعادة اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، أهلا وسهلا بك في جامعة سوهاج في أول لقاء طلابي. مع رغم مشاغلك الكثيرة أصريت على الحضور، والآن عنده صلح في دار السلام ولطو، وأصر يحضر اللقاء عشان يلتقي بطلاب جامعة سوهاج. شكرا كثيرا لسعادتك. أستاذ الدكتور علي الشيحة نائب رئيس الجامعة، أستاذ الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة، أستاذ الدكتور كريم صالح مصلح أو مصلح صالح، المهم في صلاح، عميد كلية الآداب، أستاذ الدكتور فتوح وكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع، السادة عملاء الكليات، السادة الضيوف، السادة وكلاء الكليات، السادة العاملين بجامعة سوهاج وضيوفنا وطول أبنائي وبنات طلبة وطالبي جامعة سوهاج. في البداية مرة ثانية أنا هلخص في الأسبوع الجاي، لكن هتكلم عن حاجات كتير يعني تلغرافات سريعة. من حسن محافظة سوهاج وحسن جامعة سوهاج في هذا التوقيت أن يتولى إدارة أمن سوهاج السيد اللي هو أحمد أبو فتوح. لأن في بداية توليه كنا نوينا النقل لمقر الجامعة الجديد، وتحمل يعني فعلا مجهود كبير جدا في نقل الطلاب وتأمين الجامعة الجديدة وتأمين الجامعة القديمة، وكمان عمل مطبات حاجة ملوش دعوة بيها في الطريق الجديد لحد ما حصل اللي حصل في الكوبري، وإن شاء الله إحنا موعودين إنه ينتهي قريبا، لدرجة ساعات بيسألني لسه أخبار الكوبري إيه، ده أنا رحت لسه عنده، فيعني عايل هم الجامعة أكتر من أهل الجامعة، فشكرا له على هذا الاهتمام وعلى هذا التعاون. والميزة الأخرى إن لأول مرة تيجي سوهاج مدير أمن عنده حس أمني وحس شعبي، وده مهم جدا في مدير الامن احساسه باللي حواليه، ففي لقاءات مهمه جدا، في تعاون مهم جدا، لا بالليل او بالنهار اي حاجه تخص جامعه سوهاج فمنتهى الامانه لا يتاخر لحظه واحده، فتحيه خاصه لي مره اخرى. تحيه لعميد كليه الاداب والقائمين على الكليه والسيد النائب المشرف على قطاع شؤون خدمه المجتمع للعام الثالث على التوالي. الجامعة تتبنى الأسبوع البيئي، وهذا الأسبوع البيئي مجرد يعني جرس إنذار إن إحنا في مشكلة في بيئتنا، في مشكلة في نظافة جامعتنا، في المحيط اللي حوالينا، ولابد إن إحنا يعني نفكر الناس ونفكر نفسنا، لابد نتحرك شوية عشان العملية النظافة والبيئة وقياس الشيبسي والنظافة هنا، لابد نذكر كده. الأسبوع الماضي إحنا نزلنا بنفسنا مع السادة العمداء وعملنا جولة داخل الجامعة وخدنا كل الزبالة الموجودة، فالطلب حس بالمسؤولية، الموضوع اختلف بعد كده. إن شاء الله برضه في الأسبوع ده هننزل مع السادة النواب، هننزل مع الطلاب، هننظف جامعتنا وبره جامعتنا ومحافظتنا فيه برضه في نفس البرنامج، كلنا هنشارك في نظافة هذا الأمر. ليس أسبوع فقط، لكن بنقول خلي بالك إن إحنا عايزين نساعد بعض عشان ننظف إقبال ينظف أوضته في المدينة برا المدينة، ننظف بيته، الطالبات بالذات في المدينة بالذات أنا بروح أزور ألاقي في حاجات مش كويسة، لابد من كل واحد يخلي باله من المكان اللي حواليه، ده مهم جدا في الأسبوع البيئي اللي هو خاص بالنظافة حوالينا. في محاضرات عامة بقى للتنبيه، مثلا ثقب الأوزون اللي حصل حوالينا أو اللي عامل مشكلة حاليا في المناخ الحراري. ليه الصيف بيجي صيف حار جدا؟ ليه الشتاء بيجي شتاء برد جدا؟ ليه في امطار؟ ليه في زعابيب زي امس؟ ده كله من تغير المناخ بسبب ثقب الاوزون، من الاسباب الرئيسيه. واحنا السبب في استعمالنا للتكنولوجيا المتقدمه، للفريون، للحاجات دي كلها هي اللي عملت الاعصار الجانبيه، فبالتالي لابد من تحسين وضعنا في هذه الاستخدامات، كانت مهمه جدا في استخدام البيئه. الحاجه الثالثه اللي موجوده من ضمن البرنامج الملوثات اللي موجوده في البيئه اللي حوالينا، هل الملوثات ملوثات فقط
نظافه؟ لا، في ملوثات كهربيه، في ملوثات كهرومغناطيسيه، في ملوثات من المحمول اللي انت بتستعمله، من الشحن اللي في البيت، من التلفزيون، من شاشه التلفزيون المفروض تقعد على كام متر من الشاشه، كام متر قبلها. لو حصل كده يحصل في ايه؟ الموبايل اللي انت تشحنه وحاطه تحت راسك في كل يوم، لو اتكلمت فيه اكتر من 6 دقائق يحصل ايه؟ كل ده بيعمل مشاكل، ومشاكل امراض سرطانيه خطيره جدا، فلا بد من التنبيه ليها. من ضمن الملوثات الرئيسيه على السمع والبصر والعين والصحه، فده من ضمن ملوثات البيئه حاليا، لان اي واحد فينا في مجال، في مجال في جسمه، مجال مغناطيسي وكهربي بيحركك. لما تتكلم في المحمول كتير، المجال المغناطيسي في المحمول بيتداخل مع المجال بتاع جسمك، بالتالي بيحصل لخبطه، تحس نفسك دايخ بعد المكالمه، حصل لك زغلله، ليه مش مركز؟ فكثره استعمال التكنولوجيا بيجيب اثر عكسي على صحتنا وعلى بيئتنا، فده من ضمن الحاجات الاساسيه في هذا الامر. الحاجه الثالثه والاخيره، الاسبوع الجاي من ضمن نشاط الجامعه السواد. الاسبوع الماضي يوم الاحد الماضي كان عندنا اسبوع الالعاب البيئيه والشعبيه، وكان 18 جامعه برضه بتامين سعاده المدير الامن، تم نجاح المؤتمر بصوره لافته للانظار. وجامع السواد ينظمه للمره السابعه، هو 7 مرات، معناها يعني ايه نجاح في الامر ده. النهارده الاسبوع في بالنهار الساعه 8 بالليل عندنا 20 جامعه على حمام السباحه في الاستاد، في عروض تقديميه اللي هي خاصه ببرامج الكمبيوتر وكلام زي كده، بيتنافس فيها الطلاب. ده يعني معناها اللقاءات الكميه ماشيين في امور متوازيه مهمه جدا. نشاط ليس الغرض من الانشطه الطلابيه هي الهاء الطالب، لكن الغرض منها اثقال الطالب بمهارات بعد كده لما يطلع لسوق العمل يعرف يشتغل ازاي، يتحرك ازاي. شارك في اسبوع بيئي، شارك في اسبوع العاب بيئيه، شارك في اسبوع شباب المدن في كفر الشيخ، سافر، احتك بناس، عمل صداقات، عمل علاقات، عمل يعني مهارات ابتسامه. فده الغرض الاساسي من هذه الانشطه، وليس انت كل اسبوع حاليا اللي بيميل الى نشاط موضوع المزمار البلدي. لو المزمار البلدي ما عادش حاسس في نشاط في الجامعه. فعشان كده احنا بندي بس كده، تعالوا معانا اتحركوا عشان نلفت الانظار. الانشطه موجوده على طول السنه، لن تنتهي الا مع 1/5 اللي هو يعني الاسبوع اللي جاي، في الاحتفال باليوم اليتيم، في زياره مقدار سؤال لحي المستشفى 57 57، في جدول كامل للانشطه في الجامعه. من يحب يشارك في اي انشطه مهمه جدا جدا جدا. وبمناسبه وجود معالي الوزير مدير الامن، انا والاقتراح اللي اقترحه، انا اقترح على طلاب جامعه السواحل، لان في مشكله في موضوع الصقر، في مشكله في محافظه السواحل من اكثر المحافظات فيها صقر. وساعات المدير واللجنه في مصالحات بتقوم بمجهود كبير جدا في انهاء هذه المشاكل. ممكن تشكيل لجنه من طلاب، لان كل جامعه السواحل كل بلد فيها طالب وعنده مشكله، فممكن يكون جمعيه اسمها جمعيه طلاب او جمعيه جامعه السواحل لمحاربه الصقر، بالتعاون مع السيد مدير الامن، بحيث دول يكونوا اداه مساعده مع السيد المدير معانا، بحيث دول لما يكونوا من اهالي لان انا بيبقوا في 2 عندهم صقر وجنب بعض في المحاضره. فاحنا في الجامعه لما نكون نعمل هذا الامر ونحارب هذا الموضوع، فده مهم جدا. ومن هذه المرتقى يعني هنتفق على انشاء هذا الموضوع مع كليه الاداب بمناسبه التنسيق، يعني وهنبلغ الاسماء للسيد المدير عشان برضه نشارك في المصالحات بالعاملين بجامع السواد وبطلاب جامع السواد، ان هم لما يتدخلوا في الصقر ويتدخلوا في المصالحه هيبقى المشكله حلها اسهل ان شاء الله. شكرا لكم جميعا. اسبوع بيه بعد ما يخلص الاسبوع نشوف الجامعه شكلها ازاي ومحافظه سواد شكلها ازاي. يعني سعاده المدير اقترح، احنا جايين كمان ده في اقتراح ان تبقى المحافظه تعمل يعني يوم بيه او هيعمل اسبوع بيه المحافظه كلها، سعاده المحافظ سعاده المدير احنا مشاركين في الجامعه معاه، يعني خطوه بيجيب خطوه للوصول للهدف الاسمى اللي هو بيئه نظيفه حوالينا، ان شاء الله تكون بيئتنا دائما نظيفه. واخر حاجه واهم حاجه، البيئه الخارجيه مهم برضه تنظيفها، والبيئه الداخليه اللي جوانا احنا لابد من تنظيفها. لازم بيئتنا احنا كطلاب كعاملين كزملاء كاعضاء يبقى في حب بيننا بين
البعض ان الحب هو اللي بيولد التقدم ويولد الانتاج ويولد اي حاجه حلوه طالما في حب بين الناس. فده احنا برضو يعني نداء ان كلنا كده نشوف نفسنا من جوه، عشان ما نبصش من جوه بس، يبقى من جوه ومن بره، يبقى ان شاء الله كله نكمل بعضه اسبوع جاي كامل ان شاء الله مشرف ناجح. الافتتاح يدل على نجاح ان شاء الله. التنظيم كان رائع. تحيه للقائمين هذا الامر، تحيه للامن الجامعي والامن الاداري، تحيه للعلاقات العامه لجميع القائمين على هذا الامر، تحيه لجميع العاملين بكليه الاداب فردا فردا على راسهم سعاده العميد، للتنظيم البارئ والهائل. وان شاء الله في منافسات كل سنه عن احسن تنسيق عن العام الماضي، فدائما في تقدم. بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.